يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفقنا لتلاوة كتابك العزيز ونجنا من عذابك الشديد. اللهم انفعنا به ولا تحاسبنا به. اللهم انفعنا به ولا ينفع مال ولا بنون إلا ما طلع بقلب سليم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما قرأناه وما أكلناه في هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصل ثوابه إلى هؤلاء الأموات إن كانوا في مشقة. اللهم يا رب زدهم خيرا على خير وإن كانوا في مشقة فانقلهم إلى رحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب سبحانه وتعالى يغفر الذنوب والغلو من يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يعني المرضى في مسلم جميعا في مشارق الأرض صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم صلى الله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بصحة وعافية رب سبحانه وتعالى والنظر لك وماضون هذا شفاء صدر بيار الرحمن يا رب العالمين. هذا سنسق بالشفاء عاجل أخذ ربي أخذ ربي صدقة استخذ ربي استقر بغم نزال نقابل يا رحمن الرحيم دعمي لنك استمناد لك تسقر بي سناب سناب رب سبحانه وتعالى ذلك تحسن ربي أتمطر بي بصحة وعافية رب سبحانه وتعالى ذلك تحضر بالشباب أتحضر بي الفغولة يكشمي يا رحمة الرحيم بعمين رب سبحانه وتعالى لحديدا لتنوال هذا سيسق البيت من ابنس يحتمس الشرس يا رحمة الرحيم يا رب العالمين نكري ولا انت ولا جميع مسلم يا رحمة الرحيم يا رب العالمين. اللهم رب إن شاء الله تعالى صلى الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء عبد الصمد أن يرزق له إن شاء الله عملا صالحا في أقرب وقت وسبحانه وتعالى أن يرزق له عملا صالحا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طيب سبحانه وتعالى تستسق بالصحة والعافية هذا زيوب إن شاء الله كان العمال ما غاية الصقر ما غاية دين نسولة دولي نسولة لخبز يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تهدر بك وفق بك ولا أنت يعلوك بالشرف سيعلوك بالمنزل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره الله سبحانه وتعالى أن يرزق له كل خير وأن يحفظه من كل شر الله سبحانه وتعالى أن يرزق له صحة وعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أدي أدي ربك رمزار أدي أدي ربك الهلا أجلائي بعض ربك الزلازيل أجلائي بعض ربك الموضان أجلائي بعض ربك الممتك صدبس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sí, ya te